أما بعد أيها الناس، اعلموا أن الوقت الآن قد اختلف عن ما سبق، فكان فيما سبق كان أهل البلد لا يدرون عن أحوال البلد الآخر وما يجري فيه، ولا يصل إليهم إلا أخبار بلدهم وأخبار محيطهم ومن حولهم في المكان القريب. أما الآن اختلطت الدنيا، تقاربت البلاد، وصار العالم كما يقولون كأنه قرية واحدة، ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه. عظمت المسؤولية الآن نحو الأولاد، فوجهوهم واحموهم من الأفكار السيئة، احموهم من الذهاب إلى الاستراحات وإلى الرحلات إلى هنا وهناك، احفظوهم، لا تولوهم غيركم ولا تأمنوا عليهم غيركم إلا من عرفتم فيه الصدق والأمانة والإخلاص، وإلا فحافظوا عليهم وتابعوهم حتى في مضاجعهم، لأن الأولاد وإن كانوا عندك إلا أن قلوبهم وأفكارهم بعيدا عنك، تتابع ما ينشر في التويترات وفي ما يسمونه بالتواصل الإعلامي، بالتواصل الاجتماعي في هذه الآليات الدقيقة، فهم جسمهم عندك وقلوبهم وأفكارهم تسرح وتمرح في خارج بيتك مع أصحاب هذه الأفكار. فأبعد عنهم وسائل الشر، واحرص على تنقية بيتك من هذه الوسائل المدمرة، وأبعدها عنهم. لا تقل إني لا أقدر عليهم، تقدر عليهم لأنهم تحت مسؤوليتك، ولو عرفوا منك الحزم والجد لتأدبوا معك، ولكن إذا عرفوا منك التساهل والتغاضي فإنهم سيتساهلون وسيدربون في طرق الشر إلا من رحم الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أولادكم. أكثر ما يحامي راعي الغنم من الذئاب، فإنهم مهددون بذئاب البشر الذين هم شر من ذئاب السباع، حافظوا عليهم. وهذا شيء صعب بلا شك، ولكن إذا صلحت نيتك وصدقت عزيمتك أعانك الله عز وجل وسهله عليك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.